عدد الناس اللي يطلبوا أونلاين زاد بطريقة كبيرة الفترة الأخيرة. تخيل قبل الوضع الحالي أكثر من 60% من الشعب السعودي طلب منتج أو خدمة أونلاين، مع العلم 50% من تجار التجزئة ما عندهم أصلاً بيع أونلاين. متوسط الزيادة لشراء أونلاين في السعودية كان 12.3%. طيب خليني أقول لك إيش صاير في الوضع الحالي. مبيعات الأونلاين زادت بنسبة 400%، الدفع الإلكتروني زاد بنسبة 400%، حتى شركات البيع التقليدي إما يتجهوا لمنصات بيع الأونلاين أو يسوي متجرهم الإلكتروني الخاص بيهم. أكيد بتسأل كيف قدرت الشركات تغطي كل هذه الطلبات وكيف قدروا يوفروا سيارات مع سواقينهم، مع العلم أنه في ضغط كبير على الخدمات اللوجستية بنسبة نمو 200%. الجواب ببساطة، الشركات صار بينهم تكاتف ما صار قبل كده. مثال، شركة شيفت من شركات النقل اللوجستية اتكاتفت مع شركة نون وأرامكس وأمازون وسمسة وغيرها لتوفير أفضل خدمة للناس وهم في بيوتهم. هذا التكاتف وغيره كثير أدى إلى زيادة في عدد الوظائف المعلنة في الخدمات اللوجستية في السعودية بنسبة 60%. والشيء الجميل إنه مع الزيادة الكبيرة في عدد الطلبات ما زالت شركة شيفت محتفظة بجودة في الخدمة. أقول لكم خليني أوريكم كيف. عشان تضمن الشركة سلامتكم وسلامة الموظفين اتخذت إجراءات إضافية في التنظيف والتعقيم، حتى أجهزة السيارة من الداخل مغلفة، شوف المكيف برضو بيعقموه وبيستخدموا أحدث الأجهزة بدرجات حرارة عالية في التعقيم. مو بس كده، شوف البضاعة بيعقموها بالكامل قبل ما تدخل السيارة. تمام، الآن تجي وتسألني وتقول لي أنا عندي شركة واحتاج حلول نقل، هل شركة شيفت تقدر تساعدني؟ أقول لك الشركة ما شاء الله عندها أسطول ضخم وهم في الخدمة، وهذه أرقام التواصل.